السلام عليكم حبيبتي. اليوم راح ندير لكم بلان جهيل بزاف، اللي هو اللحم بالخضر في الفوغ. اول حاجه تستخدميها هي انه تجيبي مرتوات اللحم تاعك تحمريهم. انا جبت طرف خشين، قطعت مرتوات رقاق باش يزربوا يطيبوا لي. تجيبي هذو المرتوات ديريهم، تبليهم مليح. عندك هنا تبليهم بفلفل اسود، عندك كركم، عندك فلفل احمر، عندك حبات ثوم، وعندك ملح وطماطيش، وقليل من الزيت. تحمري حوالي ساعتين او 3 سوايع. اذا حبيتي تبيتيه بيتيه في الليل وصباح خدمي بيه. نفوتوا الى طريقة التحضير. هاو اللحم تاعي بعد ما تبلته خليته حوالي ساعتين. ذكرى نسربيوه مع الخضر. الخضر واش عندي؟ عندي البطاطا اللي كل وحده واش تحب دير في البلان تاعها. عندي البطاطا، الطوماطيش، عندي البصل، عندي فلفل، وعندي بسباس وزبده، هذه اللي هي تحمير من فوق. اول حاجه نحطو بصل. اول حاجه هي انه دهنت البلان بالزيت، دهنيه. اعذروني لاني راني نصور وفي نفس الوقت نحضر. حطوا البصل نتاعنا، ونزيدو بطاطا، الخضره بزاف مليحه مع اللحم، لانه راح تنحيلو هذاك ليدام نتاعو، راح يعطيلو نكهه رائعه، احسن انه يجي وحده. يجي وحده ويجي ميدم بزاف، حتى الفائده الصحيه تاعنا، لانه اللي دام بزاف الجسم ماشي مليح. اللحم تاعنا كي تحطوه يشرب هذاك ليزيبيس، لازم تقطعوه هكذا بالموس باش يدخل بين الاطراف تاعو. انا قطعته قبيل، نعطيكم الطريقه فقط. حاولي تسربيه في البلا. باش يطيب كاع. نزيدو عليه طبقات البسباس، يعطيه نكهة هايلة البسباس. انا نحبه في لي سالاد، نحبه في مع اللحم، كل واحد وذوق تاعو. تقدري تبدليه بخضر وحدين اخرين. نزيدو الطوماطيش تاعنا، نزيدو الفلفل. انا الفلفل هذا شريته على اساس انه حار، لكن هو ما هوش حار خلاص، مع البرودوي الشيميك دوكا والتهجينات عاد على هذه حبيت نضيفه مولي مجرد النكهة فقط. هنا ذوق هذا اللي تعقم فيه اللحم نضيفوه من فوق. هنا واش نضيفو؟ نضيفو زبدة.
باش تحمرنا. دوك نغلفوه بالالومنيوم ونرجع لكم. ننضفوا له قليل من الملح، رشه ملح، ونجيبو بابي الومنيوم تاعنا ونغلفوه. هاني غلفته هنا في لي زيبيس تاعنا. برك نسيت نقول لكم اللي درت فيها كزبر مرحي ودرت فيه قليل من الكمون في التتبيله تاع الحب. دوك نشوفوه بعد ما يوجد، نحطوه في الفوق تاعنا وان شاء الله كي يوجد تشوفوه. ها الطبق تاعنا جاهز، جا ما شاء الله طاب بيان. فقط التوقيت هنايا خلا طاب لي ساعتين باش طاب، لانه ماشي ساعه ونص، ساعتين باش طاب. شوفوا كيفاش جا يذوب في الفم كما يقولوا. شوفوا سي تري فاسيل باش تنحيها. ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا وشهيه طيبه.